السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير ومرحبا بكم في الدرس الثالث من الكورس ديال لوكال ستوريج. في الدرس ان شاء الله بغينا نتعلموا اشنا هي الطريقه الصحيحه باش كنخزنوا الاراي او الاوبجيكت عن طريق جافا سكريبت في اللوكال ستوريج. هنا كما كتلاحظوا انه عندي واحد الاراي وفي واحد المجموعه ديال الارقام، زائد انه عندي واحد الاوبجيكت وفي واحد المجموعه ديال المعلومات ديال هذا الشخص. هنا شنو غادي نديرو؟ غادي نقول ليه هنايا لوكال ستوريج، وغادي نقول ليه نفس الطريقه اللي شفنا في الدرس السابق. غادي نقول هنايا سيت ايتم مثلا، وغادي نقول ليه هنايا مثلا سميتو نمبرز، يعني هذه السميه ديال الكي. شنو غتخزن ليها؟ تخزن ليها الاراي اللي سميتها نمبرز، ونديرو هنايا سيف انتوما ومشيو هنايا لوكال ستوريج. غتلاحظوا انه شنو دار هنايا؟ انه خزن ليا الاراي ديالي. دابا الا مشيت ليها للكونسول وقلنا ليه هنايا مثلا لوكال ستوريج دوت اش دوت جيت ايتم، وقلنا ليه مثلا هنايا جيب ليا الكي اللي سميتو نمبرز، وغادي نجيو بحال هكا غادي نسدو القوس. هنا اش كتلاحظوا؟ ان الاراي ديالي مالها انها تحولت لسترينغ، يعني هنايا انه خزنا على شكل سترينغ، يعني هادي بالنسبه للاراي. يعني الاراي اللي خزنتها في اللوكال ستوريج هنا تيحولها لاش؟ تيحولها لسترينغ، وانه تيخزنها على شكل سترينغ. يعني الا قلنا ليه مثلا بحال هكا، الا قلنا ليه هنايا تايب اوف، وقلنا ليه هادشي اللي رجع لينا من لوكال ستوريج جيت ايتم دوت الكي اللي سميتو نمبرز، هنا اش كتلاحظوا؟ انه قال لك سترينغ. مزيان، هادي بالنسبه للاراي، ولكن واش هادي هي الطريقه الصحيحه باش نخزنوا الاراي؟ لا. غادي نعرفوا دابا شنو هي الطريقه الصحيحه باش نخزنوا الاراي ديالنا فين؟ في اللوكال ستوريج. يعني حنا دابا شفنا الحاله الاولى اللي هي اش؟ اللي هي الاراي. دابا نمشيو نتعاملوا مع الاوبجيكت. غادي نقول ليه ثاني هنايا نفس الحاجه، غادي نقول هنايا لوكال ستوريج دوت اش دوت سيت ايتم، وغادي نقول ليه هنايا بيرسون، وغادي نجي هنايا غادي المره ليه الفاريبل اللي سميتو بيرسون اللي خزناه فيه المجموعه ديال المعلومات اللي هما النيم والايدج والسالاري. وغادي نمشيو لهنايا ونمشيو للابليكيشن. هنا اش كتلاحظوا؟ انه قال لك هنايا اوبجيكت اوبجيكت، يعني هو ما فاهمكش اشنو هذا الشيء خزنتي، يعني تيقول لك اشنو هذا الشيء اللي خزنتي انا ما فاهموش. الا مشينا لهنايا وقلنا له هنايا تاني نفس الحاجه، ولكن بدلنا هاد النمبرز هادي بيرسون انتم هنايا، اشنو غتلاحظوا؟ انه قال لي سترينغ. ولكن اش كنلاحظوا هنايا؟ انه ما رجع ليا والو، جي نحيدو هنايا تايب اوف ونشوف شنو غادي يرجع ليا. رجع ليا اوبجيكت اوبجيكت، ولكن اش حنا اش كنلاحظوا هنايا؟ كنلاحظوا انه الاوبجيكت ديالنا في واحد المجموعه ديال الخصائص وواحد المجموعه ديال القيم. فين هما هاد الخصائص وهادو وهاد القيم؟ هادو ما كاينينش. يعني هنا تيقول لك انه المعامله ديال الاري والاوبجيكت مختلفه على ايش؟ مختلفه على سترينغ والنمبر والبولين. يعني انك الطريقه باش تخزن الاري والاوبجيكت ديال في لوكال ستوريج ماشي هي الطريقه باش كتخزن سترينغ والنمبر في لوكال ستوريج. يعني هنا غادي يوصلنا لواحد الاستنتاج. شنو هو هذا الاستنتاج؟ الاستنتاج ديالنا هو كالتالي، هو انه لوكال ستوريج مالو انه تيقبل حاجه وحده اللي هي اش؟ اللي هي سترين. كاين دابا اللي بيقول لي راه فيه تنخزنا فيه نمبر، هنا غادي نقول لك راه داك النمبر شنو كيجي ليه؟ كيشدو من نمبر وكيكونفيرتيه لسترين. ها انتوما غادي نمشيو تاني هنا، غادي نقول لي مثلا هنا لوكال ستوريج، غادي نقول هنا نفس السطر، وغادي نقول لي مثلا هنا 20، وغادي نقول لي مثلا هنا سميت كي اج، وغادي نجيو بحال هكا. حنا اش كنلاحظوا؟ حنايا مررنا هنايا نمبر، وغادي نمشيو هنايا لوكال ستوريج، غادي نلاحظوا انه دار لي واحد الكي سميتو ايج فاليو هنايا 20. غادي نمشي للكونسول بكل سهوله، غادي نقول هنا لوكال ستوريج دوت جيت ايتم اش، غتجيب لي الكي اللي سميتو ايج. هنا اش كنلاحظوا؟ انه شد لينا النمبر ديالنا ودار ليه كونفيرت. لاش كونفيرت؟ كونفيرت لسترينغ. يعني حنا نقول مثلا هنا تايب اوف نفس الحاجه، هنا غتلاحظوا انه تيقول لك سترينغ، انت ما غادي تقول لي سترينغ. يعني اشنو هي الملاحظه اللي وصلنا ليها او الاستنتاج اللي وصلنا ليه؟ هو انه اللوكال ستوريج مالو انه ما كيقبلش شي حاجه من غير سترينغ. يعني دابا اجيو نعرفوا كيفاش اننا كنخزنوا الاراي ديالنا او الاوبجيكت ديالنا في اللوكال ستوريج، يعني اشنو هي الطريقه الصحيحه. يعني هنا تيقول لك باش انك تقدر تخزن الاري او الاوبجيكت ديالك بطريقه صحيحه في اللوكال ستوريج، ضروري انك خصك تحد المصفوفه او الاوبجيكت ديالك وتحولهم بصيغه جيسون. وحنا شنو فايتنا؟ قلنا في الدروس السابقه باش اننا نقدروا نحولوا واحد المصفوفه من جافا سكريبت لجيسون كنخدموا جيسون دوت سترينغ فاي، وكنمروا ليها الاري او الاوبجيكت ديالنا، وهو ديك الساعه كيتكلف كيحولها لصيغه جيسون. يعني هنا هي اول ملاحظه معنا في الدرس، اللي هي انك الا بغيتي انك تخزن الاري او الاوبجيكت ديالك بطريقه صحيحه ضروري انك تحولهم لجيسون، وهذا الشيء يمتى تديرو؟ في الحاله الا درتي سيت ايتم. يعني هذه في الحاله ديال سيت ايتم. يعني شنو غادي نديرو دابا هنا؟ هو اننا غادي نمشيو للتحت، غادي نقول ليه مثلا جيسون. اللي ما فهمنيش علاش كندوي، غادي نخليو الفيديو اللي دوينا فيه على جيسون في الديسكريبشن باش تفهم اشنو كنقصد بستينغ فاي او بارس. يعني هنا بغينا نخدمو حنا دابا بسينغ فايل. هنا شنو كنديرو؟ كنمرو الاري ديالنا بكل سهولة او لا الاوبجيكت ديالنا.
يعني اجي امتى كتخدمها؟ في الحاله الا بغيتي تجي السيت ايتم باش انه ما يحولهاش للسترينغ. يعني غادي نمشيو لهنايا بكل سهوله، نمشيو للكود ديالنا، غادي نمشي النمبرز ديالنا وغادي نقول ليه هنايا جيسون، وغادي نقول ليه هنايا دوت سينغل فاي، وغادي نمر ليه هنايا الاراي ديالي، وغادي نمشيو هنايا نشوف واش غادي يحول على السترينغ ولا لا. انتما كما كتلاحظوا انه خزنها في اللوكال ستورج على شكل اراي، يعني انتما كما كتلاحظوا هما المعقوفات ديال الاراي. يعني غادي نمشيو دابا لهنايا وغادي نقول ليه جيب لي اللوكال ستورج جيت ايتم دوت نمبرز، انتما كما كتلاحظوا انه جاب عليا على شكل اراي. يعني بغينا نحولوا حنايا من شكل جيسون لشكل الاراي العادي اللي كنعرف في جافا سكريبت شنو كنا كنقولوا ليه، غادي نمشيو هنا بكل سهوله غادي نقولوا ليه هنايا جيسون دوت بارس. يعني حول عليا من جيسون الاش، حول عليا من جيسون جافا سكريبت عاديه، وغادي كما كتلاحظوا انه حول عليا الاراي عاديه. ولا قلنا ليه هنايا مثلا تايب اوف نفس هذا السطر هذا غادي نهزوكم، وانتم هنايا اش كتلاحظوا انه قال لي اوبجيكت. يعني جينا قلنا هنايا تايب اوف ديال الاراي خاوي بحال هكا، هنايا اش كنلاحظوا ان نفس النتيجه. يعني هذه هي الطريقه الصحيحه. يعني نفس الحاجه غادي نجيو للبيرسون، يعني غادي نقول له هنايا بيرسون تحول لي من اوبجيكت العادي اللي كنعرفو في جافا سكريبت لاش جيسون فاي، وغادي نقول له هنايا راه عباره عن بيرسون، وغادي نجيو هنايا سيف. ديك الساعه قال لي اوبجيكت اوبجيكت، دابا جينا نشوفوا اش كنلاحظوا هنايا انه خزن لي الاوبجيكت ديالي ولكن على شكل جيسون. يعني غادي نمشيو هنايا نفس الحاجه نقول له جيب لي فاليو ديال الكي اللي سميتو بيرسون، نجيو بحال هكا هنايا كتلاحظوا انه قال لي عباره عن اوبجيكت مزيان، وغادي نحيدو هنايا التايب اوف. انتم باش كتلاحظوا انه رجع ليا الاوبجيكت العادي اللي كنعرفوا حنايا في جافا سكريبت اللي نقدروا اننا نتعاملوا به في جافا سكريبت. يعني هادشي هي اول حاجه باش اننا نخزنو. دابا مثلا كنخدمو بارس الا بغينا نجيبو العنصر ديالنا. هنايا الا خدمت جيت ايتي هنايا كتمرر الكي ديال، هنايا قالك انه كتخدم اش جيسون دوت بارس، هنايا كتمرر اش كتمرر السميه ديال الكي ديال اللي مخزن فيه الاراي او الاوبجيكت ديالك. هنايا مثلا كي وبيكا، ولا جيب نكتبو كلشي كاع حنايا، غادي نقول مثلا هنايا لوكال، نقول مثلا هنايا لوكال ستوريج، وغادي نقول لي مثلا هنايا دوت جيت ايتيم، وغادي نقول لي مثلا هنايا كتمرر لي الكي ديال وبكا. هو شنو كيجي؟ انه كيحولها من جيسون لاش الجافا سكريبت اللي كنعرفو حنايا، يعني كيحولها لاراي او لا اوبجيكت. واجي نجرو هنايا مثال، غادي نمشيو هنايا غادي نقول لي طبع لي في الكونسول اش، غادي نقول لي كونسول دوت لوغ، غادي نقول لي مثلا هنايا لوكال ستوريج، وغادي نقول لي هنايا دوت جيت ايتيم. انتما هنايا دابا مازال ما درت لا جيسون لا والو، غادي نقول لي جيب لي اللي عندها سميتها نمبرز، وغادي نمشيو للكونسول ديالنا ونشوف شنو غادي يرجع لينا. انتما اش كترجع لينا؟ رجع لينا الراي، ولكن هادي ماشي الراي اللي كنعرفو، حيتاش ما عندناش الاندكس وما عندناش داكشي باللون، لا هادي عباره عن سترينغ. يعني بغينا نحولوها للاراي بكل سهوله، غادي نجي هنايا غادي نقول هنايا جيسون دوت بارس، وغادي نجي هنايا قوس، ونمشيو هنايا نجيو هنايا قوس، ونمشيو بحال هكا. هنايا اش كتلاحظوا؟ انه دابا ولات اراي. يعني هذا هو الدرس ديالنا بكل اختصار. يعني بغيتي تخزن واحد الاراي في اللوكال ستورج او لا اوبجيكت في اللوكال ستورج، الا خدمتي السيت ايتيم ضروري انك تقول لي هنايا جيسون دوت سينجل فاي، يعني شد هادشي كامل مثلا هنايا هكا ومررو في الفاليو، يعني نمشيو للفاليو هنايا وغتمرو بحال هكا. هنا الا بغيتي تجيب واحد الفاليو ديال واحد الكي معينه، هنا كتقول ليه لوكال ستورج دوت جيت ايتيم، وهنا تقول ليه جيسون دوت بارس. يعني جيسون دوت بارس في وسط منها كتقول ليه لوكال ستورج دوت جيت ايتيم، كتكتب ليه الكي ديالك، وهو راه كيتكلف ديك الساعه بالكونفيرت بوحدو. وكنتمنى انكم حققتوا اكبر استفاده من هذا الدرس، ونتلاقاو في الدروس المقبله ان شاء الله. I fall into a trap that I made by myself. Oh, and I.